النهارده هنعمل 24 فوبيا، واول فوبيا نبتدي بيها فوبيا من الصراصير. لا لا في هم فين؟ هم فين؟ يا براتي لا فورا بيغرزوا في وجهي. لا لا خدهم يا زياد بسرعه، بيغرزوا في وجهي، احساس غريب قوي. لا مش عايز ابص عليهم. وتاني فوبيا، فوبيا من انك تدفن وانت صاحي. لسه في فوبيات كتيره، وكل ما نتقدم في الفيديو كل ما الفوبيات تبقى اقوى واشرس. وزياد لسه معاه حيوانات هيوريها لنا دلوقتي، و هو مش راضي يقول لي ايه الحيوانات عشان ما يخوفنيش. اللي احمد اللي ورا الكاميرا ما يعرفوش ان انا وزياد مظبطين على تحدي هنعمله فيه. اهي البوكسات، وكل بوكس هتقف فيه تاخد 1000 جنيه. جاهز؟ يلا اول بوكس. ايه؟ يلا. لا اتحرك يا عم. لا يلا لازم تقف 30 ثانية. لا لا 30 كتير. يلا لازم تحط رجلك. ماشي يلا. طيب نبدأ. لا 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 لازم ثانية ثانية. فاضل فاضل 10 ثواني. فاضل 10 ثواني. لا 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 يا لهوي يا لهوي اطلع علي. لا 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 خلاص اطلع اطلع. لا يا عم كده 1000 جنيه لسه هتاخدهم بعد لما نخلص. تاني بوكس يا احمد. دود جاهز؟ لو انت وقفت عليه هتكسب 1000 جنيه. ماشي؟ لا حاول توقف عليه. دول دود يعني مش هيعملوا حاجة، بس بقول لك ايه زياد هو ده الدود اللي بيعض؟ اه ده بيعض. اوف لا 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 30 ثانية 30 ثانية. اوعى يدي بقى. لا 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 يسا 30 ثانية 30 ثانية بس 30 ثانية. دورس جامد والله. عليه 1000 جنيه. 15 ثانية. استحمل استحمل بس 15 ثانية اهو. استحمل 10 ثواني. استحمل يسا 10 ثواني. خلاص اطلع 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 اطلع. يا جماعة احمد هناك. انا وزياد اتفقنا ان احنا في التالت بوكس هنحط رمله بس، واحمد يدوس عليها ومش هيبقى في حاجه. بعدها فجاه زياد هيدخل ويحط التعبان على جدبه ونشوف رد فعله هتكون عامله ازاي. التعبان بص اهو في جيبه اصلا. يا سلام. لا مفيش حاجه زي زياد، مفيش حاجه زي زياد اقسم بالله. حط بس يا لا مفيش حاجه يا ابني. لا يا سلام ما تخافش ما تخافش حاجه والله والله العظيم. عادي يا عم اوف. يلا 30 ثانية اوف 30 ثانية يا اسطى اوف بس 30 ثانية مالكش دعوة اوف 30 ثانية. حط ايه بجد؟ لا 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 يعني تخسر ال 1000 جنيه؟ اه كده احمد ما كملش في حته من الفيديو، هكمل انا اللي احمد ما كملوش. احنا لو مشينا نفس الريت ده احنا عشان هنخلص اي حاجه النهارده خالص. لا هنخلص، ودي فوبيا من الفشل. هنلحق يلا بينا. يلا في طريقنا دلوقتي لتاني مكان عشان نكمل فيه الفوبيات. بس تعرف يا احمد ايه اكتر تاني فوبيا عندي بعد اكتر فوبيا اللي هعملها في اخر الفيديو؟ تعرف ايه هي؟ ان احنا ما نوصلش 2 مليون سبسكرايبرز. انزل دلوقتي حالا واعملوا سبسكرايب وهنمسك الكاميرا اول لما نوصل هناك. دلوقتي احنا في دريم بارك. اول فوبيا هنعملها فوبيا الرولر كوستر. عايز اوقف خلاص خايف من بيت والله. طالع من رول كوستر كنت خايف قوي جوه لدرجه ان انا عملت على نفسي. تعال نشوف رد فعل الناس ايه. عملت على نفسي مش بهزر. عملت على نفسي. عايز تروح الحمام؟ انا للاسف عملت على نفسي ومش عارف اعمل ايه. عملت على نفسي ومش عارف اعمل ايه. انا ركبت دي وعملت على نفسي بس. ما بهزرش. اوعى تركبها بجد. هتعمل على نفسك زي انا. جات لي فكره حلوه قوي فوبيا معينه. ايه؟ انك تقوم تروح تتكلم قدام ناس كتيره. لا ابوس ايدك. لا لا. طب اقول لهم ايه؟ انك عملت على نفسك.
انا عملت على نفسي ودي اخر مره مش هتتكرر تاني. جماعه انا اجرت مراقب عمال يبعت لي الصور دي انا واحمد واحنا مش واخدين بالنا، واظن هو في حته هنا عشان فضل يصورنا هنا كتير قوي وبعتها لي. تفتكر هو ده؟ لا لا ده شكله غلبان، ممكن يكون بيعمل نفسه مش شايف. انا بقول لك ايه اهو، بقول لك ايه، تعالى شادر اجري جري خلاص. ودي فوبيا من المراقبه. دلوقتي هعمل مقلب في احمد وهديله جيلي بطعم اكتر فلفل حراق في العالم. احمد بقول لك ايه، خد الجيلي ده، ده جيلي والله، كلها والله، قول لي رايك في طعمها يعني. يسا بلاحة بلاحة المفروض هو ياخد واحدة بس، انا اديته تلاتة. دي فوبيا من الاكل الحراق. كويس. فوبيا من الصوت العالي. اللي بعده يلا يا احمد عشان مفيش وقت. دلوقتي هنعمل فوبيا من المرتفعات، بس المشكلة انا بخافش من المرتفعات لكن احمد بيخاف. هتركب هتركب والله. يا نهار اسود يا نهار اسود. احمد كويس كويس. مش كان احنا الناس اللي طلعوا قبلنا على طول في واحده اغمى عليها. كويس عارف تمشي؟ طب خلاص خلاص. اللي احمد مش عارفه ان في حاجه مستنياه في الفيديو هيفضل متالم بسببها اليوم كله. يا جماعه مع محمد دلوقتي وهنعمل فوبيا من السواقه. دلوقتي نصور فوبيا من الكلاب. الكلب ده بالذات مستني يقعد تاني، وفعلا ده اللي حصل. دور احمد. لا دورك يا استاذ دورك. لا 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 كويس يا عم. عض ايدك. دي فوبيا من الوجع. معلش يا اسطى. دلوقتي هتحدى الفوبيا من العناكب. يلا ربنا يستر يا جماعه. جماعه في عنكبوت في ايدي. بصوا حجمه عامل ازاي؟ جماعه ملمسه غريب قوي. لازم اواجه الفوبيا. زي ما انت زي ما انت. ايه الاحساس؟ اشيل؟ لا ولا 30 ثانية؟ شيل 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 شيل. يا عم يخرب بيتك، انا مش عايز اعرفك تاني يا عم. يلا يا احمد بسرعة عشان احنا ما عندناش وقت. ندخل دلوقتي ديفاي، هنا في جهاز بيوصل لدرجة حرارة سالب 140. ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ ايه الأخبار؟ هو ده الجهاز؟ هو ده الجهاز. يلا بينا هندخل ونشوف هقدر استحمله ولا لا. جماعه الجهاز ده بيبرد اكتر من القطب الشمالي، انتوا متخيلين؟ انا هلبس دلوقتي وهدخل واشوف هقدر اقعد قد ايه جوه. يا جماعه ادعوا لي وهشوف هقعد قد ايه جوه. مش قادر مش شايف حاجه. مش قادر اتنفس. مش صدق نفسي. يا نهار ابيض. خليك كمان جمدت. هقدر اقعد اكتر. هو التحدي اللي انا اقعد كتير. الجلوز بيتجمد. بس انا هكمل. انا احس في تلج في مناخيري بس مش فارق معايا. دي الفوبيا من التلج. قولوا لي في الكومنتس لو انتم ممكن تعرفوا تعملوا التجربه دي. جماعه انا مش حاسس بجسمي متعشعر. انا ابيض. السلك بتاع المايك اتلج. لازم اطلع. لا لازم اطلع. سلك المايك اتلج. مش هتعمل ازاي؟ كل حاجه اتلجت. احساس غريب قوي يا جماعه. تخطيط فوبيا من التلج. وبجد يا جماعه شعور غريب جدا. تعالوا عشان لسه في فوبيات اقوى واشد هنروح نعمل فوبيا جماعه كل الناس بتخاف منها. ادخل يا احمد في الاوضه دي. انت بتخاف من الدكتور؟ كمان؟ مش هيعضك يعني. حط بس ايدك. ايوه بالظبط. كده؟ يعني مفيش حاجه. ايه ده؟ لا لا استنى
وفوبيا من الدكاترة كده احنا عملنا كل حاجة هنا. يلا على الفوبيات التانية وهنعمل دلوقتي فوبيا من الفوبيات وهي فوبيا من الاسانسيرات. نط معايا ماشي؟ ايه؟ واحد اتنين تلاتة. يا نهار اسود يا نهار اسود هو ايه؟ يا ويل لا لا شكرا فوبيا احنا بدالي اصلا لنا اسانسير. اجري يلا بسرعة بقى عشان نخلص بقية الفوبيات يا عم مفيش وقت. وصلت البيت دلوقتي وهنادي اختي وهنعمل فوبيا من المجهول بس قبل ما هي تطلع هظبط كل حاجه. هي مش عارفه ايه اللي في البوكس ده عشان مخبيه عينيها. ماشي خدي ايدك دلوقتي يا ناديه ايدك الاثنين شوفي ايه الحاجه اللي جوه. ده اللي اقدر اقوله لك مش هتعضك خالص يعني. مش من هنا خليها من النص المسيح بس من النص ممكن تمسكيها من بلا تمام استني على حركة بس عم تهرب يلا انسين هتطلع اكل بس في النص عشان تبدا تسرع تحب حرب شيلي بقى البتاع دي فوبيا من الحاجة المجهولة يلا نعمل الباقي يلا بسرعة عشان فاضل الوقت قليل قوي. دلوقتي حملت فوبيا من المستحيل ان انا المس كوعي بلساني. المهم فوبيا تانية من المستحيل انكم تعملوا سبسكرايب وانتوا مغمضين عينيكوا. جربوا كده عرفتوا؟ يلا اللي بعده. دلوقتي فوبيا من التعابين. مش قادر احط رجلي بس لازم ما دام احمد ما عملهاش انا لازم اعملها. ابيض بيتحرك من رجلي. لا بيتحرك مش عارف اعمل ايه. لا مش عارف بس كده دي فوبيا من التعابين. البوكس اللي بعده اكتر فوبيا عندي واكتر حاجه بخاف منها في العالم. احساس غريب تمشي على رجلي تاكل في صوابع رجلي. ايه ده؟ ده بتهزروا من تحت وفوق؟ هو ايه اللي على كتفي ده؟ ده ايه ده؟ في واحد تاكل في صوابع رجلي. خلاص 30 ثانية خلصت. لا واجهت اكتر فوبيا عندي الحمد لله. هو كده النهارده عملنا 24 فوبيا في 24 ساعه. مش مصدق نفسي. ده اخر فيديو. بحبكم كده واي جانج. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب واشوفكم في الفيديو اللي جاي.